انتم البنات العجينه ديال البيتزا كيفاش كتجي؟ كتجي رطبه وكتجي زوينه. دابا انا طيبتها غير نص ديال الطيبه، غادي نخليها في الكونجيلاتور حتى نبغي نستخدمها، وغادي نبقاها زوينه كيف كتشوفوا رطبه. السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم عجينه ديال البيتزا اللي بيتزا ايطاليا اللي كتجي زوينه بزاف وخفيفه. انا غادي نضيف ربعه ديال الكيسان ديال الطراق بهذا العبار ديال هذا الكاس، وانتم غادي تشوفوا على حسب الكميه اللي كنتو بغيتوا تضاعفوا المكونات كلها. غادي نضيف بيضه، ملعقه ديال الخميره، ثلاثة معالق زيت الزيتون، ملح على حسب الذوق، معلقة صغيرة ديال السكر سنيدة، عندي نص زعتر كيبقى اختياري، وغادي نضيف جوج كيسان ديال الحليب. نضيف الكاس الاول والكاس الثاني نضيفو على حسب الخليط اللي تجمع ليهم. المهم انا ما ضفتش هذا الكاس حتى شي الله اكتفيت بهذا بكاس واحد جمع لي هذه الكميه هذه. البنات غادي نعجنها لمده 10 ديال الدقائق حتى تعجن مزيان، وغادي نرجع معكم من بعد ما دازت 10 دقائق وانا كنعجن فيها. فكيف كتشوفوا دابا غادي نخليها ترتاح على خاطرها مزيان، عاد نرجع معكم من بعد. من بعد ما وجدات الخميره خمرات مزيان فهي كتجي على هذا الشكل، كتبغي تخدمي بها ديك الساعه. دابا انا غادي نكورها وغادي ندير بها بيتزا صغار، وغادي نخليها في الكونجيلاتور حيت ما نخدمش بها دابا. هانتوما البنات العجينه ديال البيتزا كيفاش كتجي؟ كتجي رطبه وكتجي زوينه. دابا انا طيبتها غير نص ديال الطيبه، غادي نخليها في الكونجيلاتور حتى نبغي نستخدمها، وغادي نبقاها زوينه كيف كتشوفوا رطبه.